الله يصبحكم بالخير والقبول يا رب. دائما تجي أسئلة أنه أنا اليوم أعاني من الكثير من الأفكار السلبية اللي مشوشة علي ومزعجتني ومتعبتني وضغط علي في حياتي. في قاعدة مهمة جدا 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 نفهمها، وهي قاعدة الطاقة حيث التركيز. اليوم إذا أنت تركيزك سلبي، سواء على الأحداث أو على الأشخاص أو على الأفعال أو على الأفكار أو على نفسك، طبيعي أنت قاعد تستمد طاقة سلبية، وهذا رح يزيد من الضغط عليك. وإذا أنت اليوم تركيزك على الأشياء الجميلة اللي فيها بهجة، وفرة، سلام، قوة، تشافي، تنمية، تطوير، إيمان، يقين، أنت تستمد من منطقة عظيمة، ولذلك يختلف تماما الطاقة اللي أنت تستمدها من المنطقة المريضة والمضطربة من المنطقة اللي تستمدها من المنطقة الصافية والسامية. طبعا هل الموضوع الإنسان أنه يغير تركيزه أنه شيء بطريقة كن فيكون؟ لا، أكيد أنه الإنسان يبدأ يحاول أول شيء يغير تركيزه على نفسه وعلى الأشياء من حوله، ويحاول أن يكتشف عمق الجمال والروعة والعظمة التي بداخله، ومن ثم بعد ذلك يبدأ يحاول يركز على الأشياء الجميلة والرائعة والمبهجة في الخارج. 100% سيكتشف أنه تحولت طاقته من طاقة سلبية ومدمرة إلى طاقة إيجابية ورائعة وحيوية ونشاط وحب وسلام وإقبال على الحياة. فدائما لا ننسى الطاقة حيث التركيز. كل ما حددنا البوصلة صح، كل ما قلنا دائما وأبدا ونعيد ونكرر من استعد استمد، حسب استعدادك سيكون استعدادك. أنا وش أسوي إذا كان في أحداث سلبية بحياتي؟ هذا شيء طبيعي أنه يكون في أشياء سلبية، لكن مهم جدا ما نركز عليها عشان ما تكبر، ونركز على نقيضها علشان هو اللي يكبر ويتعزز بحياتنا، وأظل مراقب لهذا السلب في حياتي. والمراقبة معناها أني أنا قاعد أشوف هذه الأحداث لكن بغير تركيز، الشيء اللي أركز منه سأعطيه تضخيم واستزادة، وسيبدأ يتغذى مني وسيكبر في حياتي. وللأسف أغلب الناس على هذا الأمر فتكبر السلبيات في حياته. وأؤكد دائما أن السلب والإيجاب سيكونان موجودان في الكون إلى أن تنتهي هذه الرحلة على هذا الكوكب، لأن القاعدة تقول من كل شيء خلقنا زوجين. مهم جدا أنك تركز على الإيجاب علشان يزداد، ومعالجة السلب لا تكون بالتركيز عليه، إنما بدائما العمل على نقيضه، ونقيضه هو الكفيل بإخراجه من حياتك. وصية الرسول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. كل التوفيق وتقبل الله صيامكم يا رب.